نمشي معك واحد الدجاجه، واحد الدجاجه يصلاح ال اييه هكا غديوه خفيفه ولا الدجاج مفور وفي الفران معمر. واخا غناخذ الدجاج على حساب، الا ما غاش نقدر نعطيهم جوج ولا ثلاثه ولا على حساب الضيافه راه يديروا اربعه افراد الاسره ولا ثلاثه، كان سميتها راه يديروا وحده ولا جوج. كنجيب انا الدجاج كي كنجيبو كنفركو بالملح، كنفركو مزيان بالملح ما ندير فيه لا ما لا والو، وكناخذ واحد الحامضه نقسمها على جوج وندير ونغطس في الملح ونحك صافي ونشلو. كنشلو كان لا عندي سكينجبير طري كنحك السكينجبير وبصله وعصير الحامض ونخليه مرقد شويه، من بعد صافي كتشلي يتسقطر الدجاج ضروري يبات يومين ولا ما عمره يتخدم جديد. دابا الدجاج عندنا مغسول، كناخذ العصير الحامض انا غنعطيو هاني ما عرفتش نعطي المهم اللي هذاك الشيء اللي فيه هما على حساب اييه دجاجه ولا مثلا نص ولا جوج ولا على حسب. نص عصير ديال الحامضه كندير شويه القزبر اليابس، شويه البزار، ثومه، خرقوم، سكينجبير، تحميره، الهريسه والملح صافي، وكندير شويه الماء وكندير شويه الزبده ولا موطارد. هذا كنرقد فيه الدجاج من الاحسن يبات ولا الصباح قد ما رقد مزيان. سكينجبير تيبغي تدير سكينجبير شويه مطحون كدير شويه تحكي من الطريق مع الدجاج، تيبغي سكينجبير تيبغي الدجاج تيبغي سكينجبير صافي. كتخليه مرقد، ملي كتبغي تعمريه كديري الشعريه الصينيه يعزلوا اللي بغاو ديال الرز ولا الاخرى العاديه، كتديرها في الماء غليان تخلي واحد شويه كتقطعيها بالمقص، كديري الزيتون مقطع، واحد البصله محكوكه، شويه القزبر ومعدنوس، شويه ديال الموطارد. الا كانوا هذوك القشيوشات ديال الدجاج كتسلقيهم حتى هما، كتسلقيهم وتقطعيهم، كديري شويه من هذاك الشامبينيو حتى هو تقطعي وتشحري مع شويه الزيت اللي ما بغاش ما يديروش، قشره ديال الحامض مصير، وكديري لا موطارد والهريسه على حسب الحراره اللي بغاو. اها وكدير شي معلقه ديال الزيت اللي عنده بلديه راه يديرها، اللي عنده الروميه يديرها، والزيتون مقطع صافي. وكتعمري داك الدجاج اللي مشرمل كتعمريه، اما كتلوي عليه الخيط ولا كتجمعيه بداك العويدات ولا هو اللي ما عرفليش كاع يحزمو بالخيط. اييه كناخذ البرمه نديرو فيها الماء، البرمه اللي ما بغاش تكحل كديري فيها ما اما طريف ديال الذبابه ديال الخبز ولا مطيشه ولا طريف ديال الحامض بس تكحلش البرمه. أيه صح مطيشه ولا الحامض كنفرشو ليه شويه الربيع وشويه البصله تاع دوائر، كنحطو داك الدجاج نثقبوه من صدرو يتقب مزيان من الصدر صافي. كنحطوه في هذاك البرم يفور وكنغطيه في هذاك بابي كويس عاد نديرو هذاك الالمينيو صافي، ونخليه في فور جهد نص ساعه جهد، المهم نقلبوه يكون باقي شويه ما يكونش طاب بزاف حيت باقي غير في الفران تحمر الفران. كنخليه فيه يبرد شويه، اللي ما عرفش يهز الدجاج يخليه يبرد. اييه حتى الدجاج محمر اللي ما يعرفش يهزو يخليه يبرد شويه عاد يهزو باش ما يتهرش فعلا تحل مواد بقاو في الشكل ديالو وما عرفليش راه يتحل. عندك الحق، اللي كاين اللي كيهزو ديك الساعه تما فين كي هو خصو حتى يبرد. لا يبرد تهزيه بسهوله ما كاع ما تبقي معاه مشكل صافي. ملي كنديرو في هذيك اللاطه نديرو بابي كويسو كنشدو واحد شويه الزبده وشويه ديال الهريسه وشويه ديال الموطارد. اييه كل واحد وكيفاش، كاين اللي كيدهن عاد شويه الحليب ولا شويه زيت العود على اللي موجود، وكندخلوه للفران. اييه كتدخلي الفران تيتحمر تعلي العافيه لتحت ما يشعلوش الفوق حتى يدخلوا شويه طياب من التحت، كتعلي العافيه لتحت وتخلي الدجاج من بعد ملي تتشوفيه شويه شد هذا اللي عنده العافيه الفوق والتحت راه يشعل الفوق، اللي ما عندوش راه يهبطوا لتحت يكمل الطياب. وهذا كتقدميه مع الخضره والصوطيه مع هذه الطريقه، تديريها حتى بالروز كديري التعميره نفس العطريه اللي عطيتك، وكتسلقي الروز وكتسلقي واحد الا كانت دجاجه وحده كتسلقي قوقه وحده، فهي كتقطعيها طريفات وتعمريها بها الدجاجه
فعلا اللي تيبغي الفرميسه الشعريه وكاين اللي تيبغي الروز.